مستوى العالم كله النهاردة، العالم كله بقى بي 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 بيشهد حجم كبير جدا من الآثار السلبية والتحديات اللي بالتأكيد انعكست علينا أيضا في مصر. والحقيقة يمكن إحنا لو ناخد بالنا الاقتصاد العالمي عمال يعدي الحقيقة بعدد كبير جدا من الأزمات، يمكن من 2008، وكل ما بنقدر نتعافى من أزمة بتيجي وراها أزمة أخرى. ويمكن إحنا كنا يعني يدوبك لسه بنخلص من أزمة كورونا، وحدثت بعدها أزمة التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، واللي شفناه يمكن كلنا وشاهدناه اعتبارا من آخر العام الماضي وبداية شهر يناير هذا العام، وكان هناك اضطراب شديد في الأسواق وارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب التضخم وموضوع مشكلة الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن. ويعني يدوبك لسه احنا في خضم هذا الموضوع، ودخلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها على كل دول العالم، مش فقط على الدولتين اللي فيهم الأزمة. وبالتالي النهاردة احنا بقينا قدام موجات تضخمية كبيرة جدا اللي اتكلم عليها كل الخبراء العالميين. يعني صندوق النقد الدولي اتقال ان النهاردة التأثير كبير جدا هيكون على اقتصاد العالم والأسواق المالية وتداعيات على كل البلدان. رئيس البنك الدولي، والحقيقة كنا لسه في حديث الأسبوع الماضي معاه، كان بيتكلم ان الأزمة اللي موجودة النهاردة هتكون جاءت في وقت سيء جدا للعالم، لان كان التضخم بالفعل آخذ في الارتفاع على مستوى العالم، وده زاد الموضوع بصورة حادة جدا بسبب هذه الأزمة. النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الأزمة 400 مليار دولار على مستوى العالم النهاردة. وابتدت كل المؤسسات بتقول ان التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا، الكلام ده ابتدت اللهجة التشاؤمية، وان بالعكس الاقتصاديات العالم هتشهد مشاكل كثيرة جدا. وابتدت حتى كانت الفكر ان ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي هتبقى مؤقتة، ابتدت كل الخبراء بيقولوا ان الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح ان هو يزداد. وبالتالي النهاردة بس عشان نعرف إيه اللي بيحصل في العالم، الدول العظمى والكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية وصلت نسبة التضخم فيها 7.5%، أوروبا بقت ومنطقة اليورو 6% نسبة التضخم. ودي أرقام لو ناخد بالنا إن هذه الدول كان معدل التضخم فيها لا يتجاوز 1 أو 2%، فمعنى كده إن التضخم فيها زاد 3 أضعاف في فترة بسيطة جداً. الكلام ده طبعا أدى إلى قفزات سعرية حادة جدا خلال ال 14 يوم اللي فاتوا على مستوى العالم كله في كل السلع الاستراتيجية. أنا حدي بس مثل بسيط، القمح على مستوى العالم زاد ثمنه 48% زيادة بحوالي 100 دولار، يعني أكتر من 100 دولار فقط على الطن خلال ال 14 يوم دول. الذرة 30% زيادة. فول الصويا اللي بيدخل في الزيت، زيت الطعام 24% زيادة. السكر 7%، اللحوم المجمدة 11% زيادة، الدواجن على مستوى العالم، أنا هنا بتكلم على أرقام على مستوى العالم 10%، طبعا البترول الأرقام قفزت 55% فقط في ال 14 يوم، أكتر من 35 دولار زادوا في 14 يوم فقط، قفزات عمر ما العالم شافها من عشرات السنين. وبالتالي طبعا ده بالإضافة إلى تكلفة ارتفاع تكلفة الشحن اللي كانت موجودة بالفعل قبل الأزمة وتفاقمت كمان بعد الأزمة. كل ده بطبيعي جدا كان يخلي إن مصر بتتأثر بهذا الموضوع زيها زي كل حتة في العالم. ولكن يمكن إحنا عشان كده أنا بأكد إن إحنا بالفعل إحنا في تأثر بسبب هذه الأزمة الكبيرة، شأننا شأن باقي دول العالم. ولكن ليه؟ لأن إحنا 35% من التضخم اللي بيحصل في مصر مستورد من الخارج. يعني أي تضخم بيحصل نبقى عارفين ان 35% منه بسبب اللي بيحصل لنا من الخارج. ولكن لما اجي اقارن، وعشان بس يمكن انا عارف واحنا مدركين تماما الشكوى اللي ابتدى المواطنين يتكلموا فيها بسبب زياده وغلاء بعض الاسعار، لكن خلينا نتكلم ان احنا نعي تماما هذا وندرك. والحكومه يمكن من اول لحظه بان هذه الازمه، ومن قبلها من بدء موجة التضخم اللي كانت موجودة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كنا بالفعل إحنا كدولة وكحكومة بنشتغل على مدار الساعة إن الدولة هي تحاول إنها تمتص أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي لموجات التضخم. وخلينا أقولها بمنتهى الأمانة والشفافية للمواطنين، دول كثيرة أخرى بتحمل الزيادات دي كلها مباشرة على المستهلك وعلى المواطن،
وعشان كده يمكن بس أدي مثل إن سعر البترول زاد 100% في دول أوروبا في خلال ال 14 يوم، لأن يمكن سياسات الدول دي إنها بتحمل أي زيادة في أي أسعار لأي سلع على المواطن مباشرة. إنما إحنا نعي تماما إن ظروف مصر مختلفة عن الدول دي، وبالتالي دائما بنحاول نراعي البعد الاجتماعي. وعشان كده كان دايما تنسيقاتي مع وزرائي في المجموعة الاقتصادية وعلى الأخص معالي وزير المالية إزاي إن إحنا نستوعب بأكبر قدر ممكن الآثار التضخمية إحنا كدولة، ويبقى بنحمل المواطن جزء يسير من هذا الموضوع. ودي سياستنا كحكومة، وهتفضل هي دي اللي موجودة إذا طول ما إحنا قادرين والدولة قادرة إن شاء الله إنها تستوعب بأكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة اللي موجودة وفي ضوء الاحتياطيات. إحنا بنحاول نشيل عن المواطن عبء هذه الأثار، لكن هيحصل زيادات، بالتأكيد هتحصل زيادات، ولكن هي الفكرة كلها نسبها قد إيه في مقابل الزيادة الفعلية اللي بتحصل في العالم واللي جاي على الدولة المصرية. يعني أدي مثل بس فقط، إحنا عشان نبقى عارفين سعر الدقيق الناس بتشتكي، قبل الأزمة كان زاد 9%، لكن بعد الأزمة زاد 17%، لكن برة زاد 48% مرة واحدة. فإحنا ما زلنا حتى مع الزيادات اللي موجودة إحنا أقل تقريبا بالنص للزيادات اللي حصلت على مستوى العالم. نفس الكلام بيحصل في الزيت وفي السكر، إحنا ما زلنا كدولة مصرية ما زالت الزيادات اللي بتحصل سواء 10% بالنسبة للزيت، ما زال اللي حصل برة 32%. فإحنا الأرقام اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان، وده اللي إحنا بنقوله ويمكن زملائي الوزراء هيتكلموا عليه بالتفصيل، إحنا بنحاول كدولة وكحكومة في ضوء الإمكانيات والقدرات نستوعب جزء كبير من التضخم علينا في موازنتنا، ويبقى فيه جزء على المواطن بعد كده. نفس الكلام الدواجن واللحوم، ويمكن الدواجن وأنا بنقولها بمنتهى الأمانة يمكن هي فعلاً اللي زادت زيادات أكبر من الزيادات اللي حصلت في السوق العالمي. ويمكن عشان كده كان في نقاش مع معالي وزير الزراعة على إزاي مع اتحاد الدواجن وعلى البيض وعلى ارتفاع الأسعار هنبدأ نستوعبه إزاي في الفترة الجاية، وحصلت نقاشات مع الغرف السلع الغذائية عشان نضمن ونؤمن هذه السلع وبالأسعار العادلة والمقبولة، مش إن يبقى فيه أي نوع من المغالاة. إحنا كدولة بنعمل إيه؟ الحقيقة إحنا شغالين على من أول لحظة، ودي كانت توجيهات فخامة الرئيس من ساعة تشكيل هذه الحكومة، إحنا عايزين دايماً يبقى عندنا رصيد احتياطي لا يقل عن من 3 إلى 6 شهور في السلع الرئيسية. وده الحمد لله اللي خلانا في هذه اللحظة وإحنا موجود في عز هذه الأزمة وقبليها أزمة كورونا، الدولة والمواطن المصري ما حسش بأي يعني نقص في أي سلع. إحنا كنا بنشهد كلنا في تلفزيونات العالم في دول متقدمة المواطنين واقفين طوابير على السلع الرئيسية. إحنا الحمد لله وبعون الله وإن شاء الله ده اللي هيستمر، المواطن في أي مكان هينزل في أي حتة هيلاقي السلع موجودة. وعشان كده أنا بقولها للمواطنين مفيش داعي إن إحنا نكتنز ونخزن، لأن كل ما هتشتري هنلاقي تاني يوم هتلاقي الحاجة موجودة على الأرفف تاني. الحمد لله الدولة المصرية عندها من الفائض من الاحتياطيات، وده الحقيقة مش شغلنا كدولة فقط. وهنا يمكن أنا دايما بقول الدولة، الدولة الحكومة مع القطاع الخاص مع كل العاملين في هذا الشأن بيبقى فيه دايما تنسيقات على هذا الموضوع. عشان كده احنا كان عندنا احتياطي الحمد لله 4 أشهر من القمح النهاردة، لأن النهاردة تواردت على مستوى العديد من وسائل العالمية طب مصر هتعمل ايه باعتبارها انها اكبر مستورد للقمح. وخليني هنا أكد ويمكن معالي وزير التموين هيقولها، احنا النهاردة عندنا 4 شهور رصيد، وبالتالي أنا مش محتاج أنزل أشتري لمدة الفترة القادمة أي شحنات إضافية كدولة وكحكومة في الأساس. الأهم كل سنة وانتوا طيبين جميعا، من الشهر القادم من منتصف إبريل هيبدأ جني القمح المحلي، وأنا بطمن كل المصريين مش هيبقى إن شاء الله عندنا أي أزمة خالص، ولا هنحتاج إن احنا نلجأ إلى السوق العالمي لغاية نهاية هذا العام. أنا هنا بتكلم على الاحتياجات الأساسية اللي تخص رغيف العيش بتاع المواطن. إحنا كدولة مصرية لن يكون لدينا أي ضغط إن أنا أنزل مع تزايد الأسعار الكبيرة اللي حصلت إن أنا أخد أي شحنات، لأن بإذن الله هيبقى عندنا الرصيد اللي يكفيني لنهاية عام 22. إحنا توسعنا في المنافذ عشان نوفر كل السلع لكل الناس بأسعار منخفضة نسبياً. ويمكن كان في اجتماع امبارح
اول اجتماع للجنة الازمة اللي تم تشكيلها عشان متابعة، زي ما كان عندنا لجنة لكورونا بقى عندنا لجنة لمتابعة الازمة الروسية الاوكرانية، واجتمعنا مع كل الوزراء المعنيين هذه المرة وشددنا على الرقابة على الاسواق لمنع تخزين السلع او اخفائها، اجتمعنا مع الغرف التجارية عشان نضمن ان يبقى السعر اللي موجود هو السعر العادل، وباكد عليها ما يكونش هناك مغالاة ولا استغلال للظروف ان يكون هناك مغالاة في الاسعار. ولكن ايضا يمكن عشان ده كان برضو نقطة مهمة، ان احنا كل سنة وكل مصر كلها والعالم الاسلامي بخير، احنا داخلين على شهر رمضان، وكان المخطط ان نبدأ معرض او كل الاحتفاليات والمعارض الخاصة باهلا رمضان اللي بتشهد يعني توفير السلع باسعار مخفضة، كان ان احنا المفروض هنبقى على يوم 24 ان شاء الله، ولكن مع السيد وزير التموين تم الاتفاق ان احنا هنبدأ اعتبارا من الاسبوع القادم، نهاية الاسبوع القادم في المحافظات ثم في القاهرة الكبرى، بحيث نبدر حتى توفير هذه المعارض للمواطنين عشان ياخدوا السلع بأسعار مخفضة ان شاء الله، وهتبقى موجودة طوال شهر رمضان. احنا زي ما بأكد مرة اخرى ان احنا حتى موضوع القمح، احنا النهاردة صحيح ان كنا في وقت من الاوقات، يعني أنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدا، ودي كنقطة استباقية، ويمكن دي كان عدد كبير مواطنين كان بيسأل دايما، أنتوا بتعملوا المشروعات القومية الضخمة دي ليه؟ أنتوا رايحين عمالين تقولوا إحنا بنعمل استصلاح لاتنين مليون فدان، وبنطور وبنعمل وبنصرف مئات المليارات، ده حقيقي، لكن خلينا النهاردة، ودي كانت يعني رؤية القيادة السياسية، إن إحنا كل ما نبقى قادرين على توفير بأكبر قدر من الإمكان احتياجاتنا الذاتية، كل ما هنبقى مؤمنين ضد هذه المخاطر العالمية. احنا السنة اللي فاتت كان النسبة اللي كانت منزرعة من القمح كانت 3.2 مليون فدان، السنة دي 3.6 مليون فدان، يعني زاد 400,000. دي كلها غالبيتها في الأراضي الجديدة اللي الدولة استصلحتها، واللي كانت توجيهات سيادة الرئيس نصارع الزمن في الإسراع بدخول هذه الأراضي لخدمة وإنها تزرع، فاحنا النهاردة بقى عندنا 400,000 فدان جداد النهاردة اضافوا على رقعة زراعة القمح. وبدل ما كنا بنستهدف، ودي يمكن النهاردة هيتكلم فيها السادة الوزراء، احنا كنا السنة اللي فاتت كنا قدرنا نجيب 3.5 مليون طن قمح من السوق المحلي، كانت الخطة قبل الأزمة ان احنا نستهدف 4 مليون طن، لكن النهاردة احنا ناقشنا كحكومة ان احنا ان شاء الله لن يقل واستهدافنا من السوق المحلي بمجموعة من الحوافز اللي هتعلن في خلال الأيام القليلة القادمة، إن إحنا نستهدف إن إحنا نجيب من السوق المحلي ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن. عندنا القدرات التخزينية ليهم من خلال مشروع الصوامع اللي برضو كانت القيادة السياسية والدولة قالت لازم نتوسع في حجم الصوامع اللي موجود عشان نؤمن أكبر رصيد من القمح عشان نخزنه هو والسلع الرئيسية. فالسنة دي أنا بقولها إحنا الحمد لله مزروع 3.6، وإن شاء الله السنتين القادمين هيشهدوا دخول أكتر من 1.5 مليون فدان تانيين. فلنا أن نتخيل أن بإذن الله مصر ماشية بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتنا من السلع الرئيسية، عشان شفنا هو النهاردة الأزمة الكبيرة اللي العالم كله واقع فيها، فكل ما هيبقى عندنا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية كل ما هنبقى في مأمن من أخطار الزيادات اللي بتحصل على مستوى أسعار في العالم كله. إنما إحنا لم نتوقف، صحيح إحنا كنا قبل كده المصدر الرئيسي للقمح بيجي من روسيا وأوكرانيا، ولكن إحنا بالفعل بدأنا خلاص النهاردة بننوع كل أماكن اللي هتبقى لاستيراد الأقماح في الفترات المستقبلية، وده بالفعل موجود، ويمكن من دول أخرى عديدة إحنا بناخد، وبالتالي إحنا بنؤمن دائماً إن يكون عندنا أكتر من مصدر للأقماح، مش فقط تبقى قاصرة على دول بعينها. إنما زي ما بقول لحضراتكم إحنا النهاردة مستهدفنا على الأقل إن نجمع من إن شاء الله من الموسم المحلي 5 مليون، ويمكن هدفنا بإذن الله نطمح إنه يبقى أكتر من كده، هيبقى وده اتفاق مع وزارة المالية، الاعتمادات المالية هتبقى بتصرف فوريا للفلاحين عشان أول ما يورد ياخد فلوسه على طول مباشرة، وهيبقى دايما في رقابة مشددة على الأسواق عشان نضمن إن مفيش أي ارتفاع في الأسعار. نفس الكلام للذرة، لأن الذرة أحد المكونات الرئيسية، إحنا عندنا الحمد لله تنوع شديد في استيراد الذرة عشان نؤمن، بالذات الذرة دايما بيبقى داخل
في العلف بتاع الدواجن واللحوم. عندنا النهاردة تنوع كبير. احنا النهاردة بإذن الله زي ما بقول احنا على أعتاب شهر رمضان المبارك، وبالتالي احنا يمكن هنبدأ فورا في اعتبارا من الأسبوع الجاي في معارض أهل رمضان لتوفير السلع بالأسواق بتخفيضات وعروض كتيرة جدا ومميزة على كل السلع. عندنا 250 شركة اتفقنا معاهم لتوفير كل حاجة، أكتر من 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ جمعيتي، وبالإضافة طبعا إلى القوافل المتنقلة الكبيرة. ده كل ده احنا بنتكلم على الدولة، ده بالإضافة للجهد الكبير جدا اللي هتقوم به قوات المسلحة والشرطة في توفير أيضا كل هذه السلع من خلال المعارض الثابتة والقوافل المتنقلة. فزي ما بقول لحضراتكم احنا إن شاء الله الدولة هتفضل مستمرة في توفير كل السلع، واستمرار ان يبقى عندنا دائما الاحتياط الاستراتيجي من كل هذه السلع الرئيسية علشان ما يبقاش في اي ازمة باذن الله في هذا الموضوع. وبنتابع الحقيقة، وده يمكن المهم اللي انا بشدد عليه، في متابعة يومية. احنا مش هنسمح بتخزين او اخفاء اي سلع واي نوع من الاحتكار او الاحتيال او التحايل في هذا الموضوع، الدولة المصرية هتواجهه بكل الحسم والشدة. انا عايز اختم كلمتي ان احنا الدولة المصرية، وهنا دايما انا بقولها الدولة المصرية وليست الحكومة، لان الحكومة هي جزء من الشعب المصري. الدولة المصرية بكل طوائفها ان شاء الله هنكون قادرين على تخطي الازمة الراهنة، وباذن الله الدولة المصرية اثبتت مدى صلابتها وقدرتها على تحمل الصدمات، ومش فقط تحمل الصدمات ولكن الاستمرار في عملية التنمية طول الفترة الماضية، واللي إن شاء الله هنكمله بإذن الله في الفترة الجاية. واللي أنا يهمني يمكن هنا وبوجه بيها رسالة للمواطن المصري، الدولة من خلال الحكومة بتبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطن، وإنها نعمل قصارى جهدنا لتأمين كل السلع على مستوى على مدار الساعة والفترات المستقبلية. إنما أيضا المواطن ليه دور، الدور إن إحنا شايفين الأزمة، لازم يبقى فيه نوع من الوعي وترشيد الاستهلاك، ودي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها. يعني ما يبقاش عندنا أي تكالب على فكرة تخزين أو كلام ده كله، أو حتى مغالاة في الاستهلاك بتاعت السلع، لأن كل ما هنقدر نطول فترات اللي موجود فيها الرصيد بتاعنا كل ما هنبقى احنا كدولة قادرين على امتصاص اي ازمة، وما نبقاش محتاجين ان احنا نشتري سلع في هذه المرحلة باسعارها المبالغ فيها اللي موجودة. انا فقط حبيت ان انا اقول هذه المقدمة المهمة جدا واشرح لكل المواطنين احنا بنعمل ايه كدولة، وان شاء الله كتاني باكد عليها توجيهات سيادة الرئيس ومتابعته اليومية لينا كحكومة لكل مناحي الاقتصاد وكل الأنشطة المختلفة، مخلينا كلنا في تنسيق كامل وبنتحرك في هذا الشأن، وإن شاء الله بإذن الله مصر هتعدي على خير في هذه الفترة الدقيقة بإذن الله. واسمحوا لي يمكن يعني أنتقل لزملائي الوزراء وأترك لهم أيضا الكلمة بصورة سريعة جدا ليشرحوا لحضراتكم.